معانا في ايوه المبيش، مرحبا بيك. معك، مرحبا، شكرا. باهي سي فايز، كلمناك حابين نعرفوا ايه خطر التطورات في ليتوال. البارح كانت استقاله مفاجئه رئيس النجم الرياضي الساحلي السيد رضا شرف الدين، شنو اللي صار بالضبط؟ والله سي فايز ما عادش، لو كان تسمح تبدل شويه البلاصه، انا نسمع فيك مليح، ظهر لي ما عندك ريزو. سي فيصل، صارت الاستقالة للرئيس الجامعية مفاجأة للناس الكل تسمع فيها هكا. توا خير اهي. كانت مفاجأة، رئيس الجامعية ما سي فيصل ما نعرفش لو كان تبدل البلاصة، قاعد يتقطع الصوت خاطر. ما نعرفش كان تحكي بالكيت نحيه، لو كان تخرج لبرا ما نعرفش كيفاش بالضبط. الو، باهي نحاول نعاودو نتصلو من جديد بالسيد فيصل الخليفة، نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي المكلف بفرع كرة القدم. أكيد تطورات كبيرة في النجم الرياضي الساحلي البارحة، استقالة مفاجئة للسيد رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي، مع إعلانه عدم نيته ترشح مجددا لرئاسة النادي، كذلك تكليف نائب رئيس النادي بالرئاسة المؤقتة للنجم الرياضي الساحلي إلى حين انعقاد ونهاية الفترة الانتخابية وإلى انعقاد جلسة عامة انتخابية. هذا اللي باش نحاولوا نكتشفوه مع بعضنا، مع من عند السيد فيصل الخليفة موجود معنا بالتليفون. أهلا بك من جديد سي فيصل. مرحبا مرحبا من جديد، عفوا على التقطع الصوت. هكا خير برشا. باهي لو كان تعطينا التوضيح شنو صار بالضبط البارح. في خطوة مفاجئة قدم السيد رئيس الجمعية البارح استقالته، بعث رئيس الجمعية استقالته للكتب العام للجمعية على الساعة 5 مساء بالضبط. علمنا من كتابة الجمعية أنه فما استقالة حينية، إذا ما نعرفوش الأسباب شنية، كان يخمم هو الرئيس. صارت له بعض هكا التقلقات، بعض الناس اللي طالب بتغيير المشهد، بتغيير برشا حاجات جديدة في الإطوار، بعض اللحظة اللي صارت مع استخدام المدير الرياضي كريم حكي بين مؤيد ومعارض للفكرة، وخاصة بين من كانوا يرون ان كريم حكي كان مش يطلب المشهد في النجم السياحي باش يطلع بالنتائج للنجم السياحي ويحسن وجه النجم السياحي بين عشيه وضحاها. اذا عدم صار هناك الانتقادات هذه ماهيش جديده سي فيصل، من قبل كان فما انتقادات لرئيس نادي عايش في الفتره هذه بالذات، اختار الاستقاله. لا ما اختارش في الفترة هذه بالذات، هو كان أعلن رئيس الجمعية أنه يوم واحد نهار 1 نوفمبر كانت مش تكون هناك، أعلن منذ مدة أنه يوم 1 نوفمبر ستكون هناك جلسة عامة انتخابية، وهذا الناس كل كنا في بالنا به، وتعرف يدخل الجلسة العامة اللي ما الهيئة المديرة تقدم استقالتها، يا إما تقع إعادة انتخابات نفس الهيئة أو هناك انتخابات جديدة. اللي صار البارح أنه أوليو دو باش يقدم الهيئة كل استقالتها نهار 1 نوفمبر، تم تقديم استقالة بصفة شخصية للسيد رضا شرف الدين يوم أمس، باش يخلي الوقت لي كان فما إدارة جديدة وفما هناك شكون يحب يرغب في رئاسة الجمعية، خلى الوقت باش يكونوا هيئة ويدخلوا بها الانتخابات يوم 1 نوفمبر تاريخ الجلسة العامة الانتخابية. اللي صار هو أنه كانت أوليودوك لبريمي نوفمبر صارت يوم 19 ولا 18 أكتوبر. هذا هو اللي صار، ما كانش لازم يصبر معناها 10 ايام هذو مازالوا معناها، هو كان ينجم يصبر، اما قال لك بالاحسن نعطي فرصه ونخلي الوقت في العشر ايام هذوما الفريق اخر يلوج على شكون ينجم، حتى كان بين ووضح في الاستقاله نتاعو انه لا ينوي الترشح من هذه دعوه صريحه الى كل من يرغب في رئاسه النجم الساحلي أن يحضر الفريق بتاعه والهيئة يلقاو متسع من الوقت، خاطر عليه زاد في فترة سابقة أنه لجور جي يقول باش نعملوا انتخابات ويقعد بنفس الهيئة. إذا هذا هو اللي صار، أنه هو خير باش
يفصل الموضوع نهائيا بتاع رئاسة النجم غادي الساحلي، ويأخذ بخاطر العديد والعديد من الذين طالبوا أن أنه يبتعد عن دفة التسيير، وهذا هو اللي صار. ما تعرف كانت ثم برشا ناس ضد طريقة تسيير رضا شرف الدين بالرغم من المبالغ الخيالية التي ضخها في الجمعية منذ سنة 2011 لسنة 2019، والتي تصل إلى حدود 50 مليار كما نعرفه. وتعرف واحد يدفع 50 مليار ويدفع هناك تقلقات. دعا إلى من يريد أن يسير الجمعية فليتفضل، وهذا من حق أحباء النجم الرياضي ومن حق رئيس النجم الرياضي الساحلي زادة، أنه إذا كان هناك نية في التغيير وهناك من يرغب في تسيير الجمعية له متسع من الوقت. ونحب نقول حاجة مهمة ياسر، أنه رئيس الجمعية كل الخطايا التي بذمت النجم الرياضي الساحلي المتعلقة بخطايا انتدابات ولا أي خطايا أخرى، و كان قام بخلاصها على آخر مليم. هذا مهم ومهم جدا. يعني مش مسائل في حتى شيء النجم تاو. النجم اليوم ما موش مسائل في حتى شيء، ما عنده حتى كريدي النجم هذا الساحلي تجاه الفيفا ولا تجاه الكونفدرالية ولا تجاه الجامعة. بالعكس، للنجم هذا الساحلي بعض الأموال المتخلدة بدلة الجامعة التي لم يزل مخذهاش من الجامعة التونسية. هناك أيضا بعض الأموال التي داخلة للنجم هذا الساحلي من الاتحاد الإفريقي. إذا الأمور المالية عال العال، حتى بغداد بنجاح كيف خلص الفريق، فالفريق الأم اللي كان له يطلب مبالغ مالية من النجم الساحلي. إذا حتى فريق النجم الساحلي ليست له بذمة أي مؤسسة رياضية ولا أي جهة ولا أي جامعة من الديون، وهذا دليل على أن النية طيبة لرئيس الجمعية. لا ما فماش لا أغراق جمعية ولا شيء، بالعكس الأمور جمعية النجم الرياضي باش تحافظ على موعدها. دونك الجلسة العامة يوم في 1 نوفمبر. هنا نقطة قانونية مهمة ياسر، هي أنه إذا كان النائب اليوم نائب رئيس الجمعية، إذا كان قبلنا يعني استقالة السيد رضا شرف الدين، سيكون السيد نائب رئيس، سيواصل السيد نائب رئيس الجمعية السيد الحبيب السايح سيواصل التسيير مع انتخاب نائب رئيس جديد. وهو شنو موقفه؟ لا، وبالتالي ليس هناك داعي لأن تكون هناك جلسة انتخابية. صوف إذا واضح، وإن لم يقبل، أنه لم يقبل المهمة، يعني أنه ما يقبلش استقالة السيد رضا شرف الدين، فبالتالي إذا كان قدم نائب الرئيس أيضا عن الاستقالة فأوتوماتيك ما يعني بصفة أوتوماتيكية هناك جلسة عامة تحافظ على موعدها. إذا الاختيار لنائب الرئيس اليوم يقبل أن يسير، أن يكمل المشوار سنتين أخرين حسب العهدة النيابية الانتخابية لرئاسة الجمعية المتوقعة اللي مازالوا في عمرها عام ونص تقريبا، هكا عام ونص في نوفمبر. احنا الهيئة هذه بدأت نهار 2 نوفمبر 2018، اليوم 2019 حتى 2021 إن شاء الله. كان النائب الرئيس اليوم يقبل أن يواصل، فليواصل المسيرة بانتخاب نائب رئيس جديد، وإلا إذا قدم استقالته ستكون هناك جلسة عامة ستحافظ على موعدها يوم 1 نوفمبر. وين تتجاه الأمور أنت سي فيصل؟ الأمور اليوم رياضياً، الأمور عند النجم الرياضي الساحلي الفريق كان في تربص. لا نحكي على الموقف متاع نائب الرئيس. نائب الرئيس خذا اليوم عطلة آخر نهاية الأسبوع ليفكر بصفة على راحته، مش ياخذ وقته ويفكر ويشوف الأمور المالية في النجم الرياضي الساحلي. وكانت الهيئة البارح عقدنا اجتماع طارئ في الليل البارح على الساعة 8 ليلا لدراسة الوضعية الحالية، وذلك أول حاجة لم نقبل احنا استقالة السيد رضا شرف الدين كهيئة، ما قبلناش
وسنعلمه بذلك، وأن الهيئة لم تقبل الاستقالة. مش معناها هو مش يواصل معناها هناك ما تقبلش الهيئة لا ولا كيفاش؟ لا 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 لا، هي أخلاقيا يعني معنويا ما قبلناهاش، مش يعني بصفة طبيعية أن يتولى نائب الرئيس، ما قبلناهاش باش نخلي له شوية وقت زيد يتراجع يفكر معناها. لا، باش يزيد يفكر ويتراجع. وتعرف أنه قانونيا من يوم تقديم الاستقالة، يقبل ولا ما يقبلش، تولي فاعل الاستقالة، عنده 15 يوم في يده. كان ما تراجعش تولي، وانترطون إذا كان الرئيس نائب الرئيس يقبل، عندنا 15 يوم. عندنا السبت الجمعة هذه لا اللي بعدها دون دو سمان تولي الاستقالة فاعلة، إذا لم يحدث طارئ جديد انت اكيد حكيت في معها سي فيصل رئيس النادي، حسب رايك كيفاش لقيته؟ متشبث بالاستقاله هذه وإيه نجم يتراجع معناها؟ والله متشبث بالاستقالة، مثبت بالاستقالة يعني كتب عدم الترشح مجددا، خاطر ما تعرف الرياضة كلها معناها لا جراتيتيود اللي موجودة، والناس تشوف أنه ما قامش بواجبه على أحسن وجه، فما شكون يرى أنه نجح في المهم، فما شكون يرى عكس ذلك مع موجب الانتقادات من ناس معينة ومعروفة في الميدان الرياضي، ولها الكلمة نتاعها في الميدان الرياضي في سوسة. انتقدوا رئيس الجمعية وقالوا له وخر شوية وخلي طريقتك ما عجبتهمش، وفما شكون عجبته الطريقة المتشبث بالسيد رضا شرف الدين، وشايفه أنه ما قصرتش في أنه وصل بالفريق، هز بطولات وهز بطولة عربية وهز بطولة إفريقية وهز ثلاثة كؤوس، وصار تحول في نجم ريان ساحلي كبير ياسر، اللي مترشحين نلعبوا رابطة الأبطال، وعندنا فيها منقول إن شاء الله، وحضرنا لها تحضير جيد. فما شكون يرى أنه فشل، فما شكون يرى أنه نجح. وهنا الجانب اللي راه انه فشل يمثلوا في انتقادات كبيره اثرت عليه معنويا، اثرت عليه رضا شمس الدين، عنده عائله وعنده ناس يخدموا معاه، والكل ما عادش ينجم يواصل تحت الضغط المستمر، بالرغم سي من فيصل العطاء. كلام زبير بايا في اذاعه نجمه ظهر لي هكا اثر، هو اللي نجم يكون هو اللي قطر يفضت الكاس وقال ما عندوش علاقه. لا 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 لا، ما ينجمش يكون كلام زبير، كلام مش زبير وحده، زبير تكلم صحيح كان قال، ولا زبير هو اللي اثر. لا زبير عطى رايه كما بقيه اللاعبين القدام وكما المسيرين الرياضيين وكما احباء النجم الرياضي الساحلي. هناك من كلام النوع هذا تم تداوله، وخاصة فما شكون يلوم عليه انه الخلط بين الرياضة والسياسة هو اللي قلق بعض جماهير النجم الرياضي الساحلي بالذات. لكن اليوم بين رياضة وسياسة انت جبت على وأعمال، النقطة هذه، في سوسة اليوم خرج كلام انه مرشح لوزارة الصحة رئيس النادي رضا شرف الدين. ما ينجمش هذا، نحب نوضح للناس بصفة نهائية ويجبهم يعرفوا حقيقة، انه ماذا بينا يكونوا مطلعين شوية على الأوضاع في البلاد وعلى القانون وكل شيء، أنا فما كونفلي دانتيري انه هو عنده معمل أدوية ويخدم في صناعة الأدوية، ما ينجمش يكون مرشح للصحة، هذه من المستحيلات ومن فهمت معناها حتى غالطة على الأخر، وليس معني بالحكومة السيد رضا شرف الدين نهائيا ولا بأي منصب حكومي، والعياب بيننا هنا لتبرير، فما الناس تحب تبرر النتيجة اللي وصلوا لها بعد الضغط اللي عملوه، لا أكثر ولا أقل. تعرف اللي يستحيل أن يكون مرشح لوزارة الصحة السيد رضا بحكم مكانته في مجال الاعمال وصناعه الادويه. صحيح. هذا في موضوع اخر سي فيصل، استقاله كريم حقي تم قبولها نهائيا نقولوا؟ لا الي كونسومي، استقاله كريم حقي تم قبولها نهائيا، كريم حقي سافر رجع كيف سافر، والمباراه اللي جابوا مشاه ورجعت ما قبل كريم حقي، وكانت تجربه مره شويه بحكم انه هناك عدم تفاهم في الموضوع وسوء التفاهم، متفاهم الناس في الطريقة، تاريخ كريم حقي في الموضوع بصفة أخرى، وفهم أنه الكارت بلانش اللي خذاها مش يلقى معها دعم خاصة معناها مالي، ما يعرفش اللي رئيس الجمعية في تونس هو المكلف كل شيء، ورئيس الجمعية هو اللي ينفق الأموال، من يجب يكون رئيس جمعية وعنده الأموال اللي ينفق
10 و8 و15 مليار في العام اللي ما يكون صاحب أعمال. إذا هذا مشكلة في البلدان الأوروبية. هناك مجلس إدارة وهناك ميزانيات معينة وهناك مانجير جنرال. أنا المانجير جنرال وخاصة في رياضة كرة القدم هو رئيس الجمعية، والرجوع في الأموال في الأمور المالية لا تكون إلا لرئيس الجمعية. واضح. رفيق المحمدي بدونك باش يواصل المهام نتاعو. رفيق المحمدي كان في تربص مغلق مع اللاعبين النجم هذا الساحل في مدة الأزمة، حطيناه في تربص مغلق. من خروج كريم حمدي إلى استقالة الرئيس موجودين أسبوع من يوم الثلاثاء على ذمة رفيق المحمدي وعميد بن يونس بسوسة في تربص مغلق، تحضيرا لمقابلة التطاوين اللي باش تدور نهار الخميس. واضح. قلنا لهم اللي مقابلة التطاوين مهمة ومهمة جدا، وعندنا زاد نهار نغامر مقابلة مهمة مع الأهلي المصري لين نحضر فيها كما ينبغي. والأمور الإدارية بالتوفيق إن شاء الله. شكرا. واضح. يعطيك الصحة. يعطيك شكرا لك سيد فيصل الخليفة نائب رئيس النجم الرياضي الساحلي على كل هذه التفاصيل. يلتحق بنا صديقنا أمين الجريدي بعد شوية. شعلنا اليوم أمين. مرحبا سلام، شنو حوالك؟ سافا الحمد لله. اليوم الحمد لله. اليوم كيما العادة الساعة الأولى فيك توت ليكيب، سندا العريفي، ريما النقاش، وسيم البكوش. سينو في ساعتنا الثانية باش يكون بحضرنا ضيفنا الممثل التونسي أحمد لاندولسي من الخمسة لساعة تاع العشية ستار إكسبريس. يعطيك صحة أمير جديدي بالتوفيق إن شاء الله في ستار إكسبريس. جيكم بعد شوية. شكرا منال السياسي وكذلك علي باشا في الإخراج. خلي نتلقاو نحن السبت الجاي في نفس التوقيت من 3 إلى 5 متاع العشية على إكسبريس FM.